السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في مشكلة مع متابعة بتقول فيها إن العمود معاها ما بيتحركش، فمعنى العمود ما بيتحركش يبقى هي أكيد غيرت الإبرة، وبكده خلال العمود معها نزل أو طلع زيادة عن اللزوم. فلما العمود بينزل أو بيطلع زيادة عن اللزوم، ما بي الحتة ديت يا إما بتقف هنا هوت وما بتطلعش وتنزل خلاص، يا إما بتقف عند الكروشيه وما بيعرفش ينزل، لأن العمود لازم يكون ليه مستوى معين في الطلوع والنزول. إذ بمعنى إن هي غيرت الإبرة، وبصوا لو جينا حركنا كده أهو كده خلاص ما بينزلش. يعني بص أنا بحرك كده الطارة ما بينزلش، هشغل كده المكنة وأوريكم. بس يعني هو كده خلاص مش عارف ينزل لتحت. كمان هجرب الموتور واشوف كده هيشتغل. بصوا اهو بيدي الزنة ومش بيشتغل. طيب طب عايزين نشوف مثلا لما يطلع فوق يبقى منظر ازاي. هوريكم كده لحظة واحدة. اهو كده مثلا انا رفعت العمود لفوق اهوت كده، هو منظر ده فوق كده اهوت. يعني مثلا انا لما اجي مثلا اعمل الطارة، بصوا ما بينزلش يطلع. يعني بصوا يعني مش اخد مساحة خالص ان هي خلاص كده ثابتة. لما اجي اشغل برضو الموتور، بصوا المنظر برضو مش شغال. طب ايه حل المشكلة ديت؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. طب ايه بقى حل المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي ديت؟ حلها ان احنا هنعمل ايه؟ هنفتح المسمار دوت بتاع العمود اللي بيحركه لتحت وبيحركه لفوق وبيظبط معانا العمود نفسه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي هنفتح المسمار ده يا جماعة. المسمار دوت هنفتحه المنظر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، فتحة بسيطة كده نشوف العمود بينزل ويطلع معانا او بيطلع وينزل معانا. طيب هنعمل ايه برضو بعد ما عملنا فتحنا العمود بالمنظر دوت وبيلف معانا اهو برضو عشان نشوفه ان هو احنا نقدر نسيطر على العمود بالمسمار ده. المسمار دوت ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هقرب بس الكاميرا شوية. احنا بعد ما فتحنا المسمار دوت كده اهوت، والبقى انا العمود معانا بيتحرك بينزل وينزل. الابره بقى هنوصلها لحد فين عشان بس نبقى معلش عارفين هنوصلها لحد فين. نزل بس الكاميرا كده. الابره هنطلع كروشيه اللي هو ده، كروشيه ده طلعه كده لبره ماشي. بالمنظر دوت هيكون معانا بره. المنظر ده الابره، الموضع الإبرة المفروض تبقى فوق الكروشيه السن بتاعها. هوريكم لازم نعرف ايه الموضع حاجة صح. لأ كده دي غلط. لازم الفتحة بتاعت الإبرة تكون فين؟ تكون عند الفتحة اللي موجودة في المجرين. في مجرين اهوت في النص دي كده، هو المفروض تبقى كده من قدام ماشي. انت بص لو دخلت صبعي كده اهو، دي كده اهي في مجرين، المفروض الفتحة تبقى كده اهوت قدام. هنحطها فين بقى الفتحة ديت؟ هنزل بالعمود كده بإيديا. بالعمود يا جماعة ده كده هنزله بإيديا، والإبرة هنوصلها فوق الكروشيه ده يدوبك بميلي واحد. مظبوطة كده بميلي واحد، شايفين ولا لأ؟ كده تاني شايفين. هنبقى فتحة الإبرة فوق الكروشيه. احنا بقى لو مثلا الكروشيه مش معانا، احنا المفروض نطلع الكروشيه كده اهوت عشان نحل المشكلة. نطلع الكروشيه المنظر ده وننزل العمود او بيطلع وينزل معانا. هننزله لحد فين؟ هننزل الفتحة بتاعة الإبرة فوق الكروشيه يدوبك بميلي واحد. ميلي حاجة بسيطة جدا زي ما هو كده. وايه؟ وهنقفل. احنا كده خلاص ثبتنا على كده، لازم تكون بالمنظر ده. هنروح عاملين ايه؟ هنروح جايين عند المسمار دوت وهنقفل كويس جدا ان العمود بيتحركش معانا تاني كده اهو. نقفله كويس جدا ماشي اهو كده. اهو بصوا العمود خلاص مش بيتحرك معايا خالص، اهو ثابت خلاص معايا كده ماشي. حتى احنا كده لو جينا شغلنا بقى ايه، ننزل كده اهوت الابره
لو جينا نشغل الموتور هيشتغل معانا. يعني احنا لو حتى لو عملنا الطلب ايدينا وكده اهوت هي بتطلع معانا وتنزل معانا زي الفل اهي، جميلة جدا. ماشي. طيب انا بقى عايزة اجرب الموتور اهو، ماشي بالمنظر ده. طب انا كده معلش الابرة فكت معايا، فهنلضمها وهرجع لكم تاني عشان نجرب كده على القماش ونشوف القماش شغال معانا ولا، عشان لازم نشوف الغرزة شغالة ولا لأ. وانا كده هجرب معاكم واشوف المكنة شغالة ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. في غرزة فوتت، في غرزة فوتت وبس، بعد كده اشتغلت معانا كويس. بس احنا وفي غرزة فوتت تاني اهي. طب احنا عايزين يعني ايه، ما نخليش المكنة تفوت، نعمل ايه؟ هنروح عاملين ايه، ندخل كده بس القماشة تاني عشان نجرب معانا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دهوت هنعمل ايه، هنيجي عند العمود، عند العمود، وهننزل حاجة بسيطة، هنزل سن الإبرة حاجة بسيطة. ماشي كده اهوت، نفتح المسمار معانا تاني وننزل. انا بس عايزة اوريكم هنزله ازاي، يا دوبك ايه، بصوا كده اهو، دكة بسيطة جدا بالمفتاح اللي معايا، بالمفك اللي معايا كده اهو، دي حاجة بسيطة جدا. ماشي. وايه، وهنجرب وهنقفل. بس اهم حاجة الايه، المسمار ده اهم شيء معايا تاني، المسمار لازم يتقفل كويس. وايه، هنجرب ونشوف كده مع بعض بقى ايه هتشتغل ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش شغالة معايا، يبقى كده لازم ايه، لازم يبقى مستوى الابرة زي ما قلنا، يبقى كانت شغالة معايا الاول كده احسن. يبقى انا المفروض ان انا ايه هعمل ايه، هروح برضو مظبطه السن كده اهوت، وارفع شويه بحاجه بسيطه اهو، هاجي برضو عند المسمار دوت. المسمار ده يا جماعه او العمود ده حل التفويت، التفويت بتاع الغرزه، وحل في نفس الوقت ايه العمود نفسه لو طلع او نزل زياده من اللزوم. هفتح بس كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه، وهرفعه بقى شويه، هرفع. بس انتوا لو وصلت لحس الابره هرفعها شويه كده، حاجه بسيطه جدا. واتاكد ان ايه كده الميكرو مظبوطه معايا اهو بالمنظر ده. ماشي. وهقفل على الايه، هقفل على ال المسمار كويس دهوت. ماشي. واجرب برضو معاك واشوف ايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اتاكد ممكن يكون في مثلا معانا برضو حاجه فوتت من الكروشيهات. الكروشيه دوت اهو فك معايا برضو، قبل ما نعمل اي حاجه برضو نتاكد ان اللضمه مظبوطه. هنا الكروشيه فك معايا، لاحظتوا فتحه الكروشيه ده اهو، فكت معايا اهو. بصوا المنظر، الخيط طلع بره ايه، بره الكروشيه اهو. فانا هلضمها وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا بعد ما لضمنا الكروشيه. احنا الاول قبل ما نعمل اي حاجه نتاكد ان الكروشيهات الثلاثه، الكروشيهين ملضومين والابره ملضومه كويس. لو في حاجه او اي حاجه وقفت معانا اللضمة اولا، ثم بعد كده نشوف لو في اللضمة مظبوطة يبقى في مشكلة في المكنة. سواء بقى الابرة ممكن تكون فيها رابش، الكروشيهين مش مظبوطين على بعض، اللضمة غلط، اللضمة ممكن تكون غلط كمان، يعني اللضمة من فوق ممكن تكون غلط. فلازم نعرف ايه سبب المشكلة اللي موجودة معانا. احنا دلوقتي لضمنا خلاص وظبطنا العمود، وظبطنا كمان السن اهوت، السن فوق زي ما قلنا فوق فتحه السن بتاعه الابره، فتحه الابره فوق الكروشيه بالمنظر ده اهو،
لما جينا نطلع على الكرسي كده يبقى معانا الفتحة كده فوقيها، وهنجرب كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كده ايه الأخبار. اهو كده بقى ايه معانا اللضمة، كده معانا الغرز كده مظبوطه، بس برضو احنا عايزين نظبطها بايه، انها تطول معانا وانها تبقى معانا كويسه. فده بقى كان في فيديو كنت عاملاه مخصوص للغرز وازاي اطوله وازاي اقصر الغرز. هي دي كده انا مقصراه لان انا كنت عايزه اشتغل شغل على الطرف، يعني زي سرفله او